لنقل أن لدينا دائرة ثم لدينا قطر لهذه الدائرة. دعوني أرسم القطر بأفضل ما عندي. هذا رائع جدا. هذا هنا هو قطر الدائرة، هذا قطر دايميتر الدائرة، ذلك هو القطر. ودعونا نقول أن لدي مثلث بحيث القطر هو أحد أضلاع المثلث والزاوية المقابلة لهذا الضلع هي الرأس وتقع على مكان ما على المحيط. إذن لنقل أن الزاوية أو الزاوية المقابلة لهذا القطر تقع على هذا المحيط. إذن المثلث يبدو هكذا، المثلث يبدو كذلك. ما سوف أبينه لكم في هذا الفيديو هو أن هذا المثلث سوف يكون مثلث قائم الزاوية، سوف يكون مثلث قائم الزاوية right triangle، وضلع الزاوية 90 درجة سوف يكون الضلع المقابل لهذا القطر. لا أريد أن أسميها حتى الآن لأن هذا سيخرب متعة الإثبات. الآن لنرى إذا كنا ما يمكننا عمله لنبين ذلك. حسنا، لدينا في مجموعة أدواتنا مفهوم الزاوية المحيطية وعلاقتها مع زاوية مركزية تضم نفس القوس. إذن دعونا ننظر إلى ذلك. إذن لنقل أن هذه زاوية محيطية هنا، لنسمي هذه ثيتا، هذه الزاوية ثيتا. الآن دعونا نقول أن هذا هو مركز الدائرة هناك، ثم هذه الزاوية هنا سوف تكون الزاوية المركزية. دعوني أرسم مثلث آخر هنا. هذه زاوية مركزية هنا، وهذا نصف القطر، هذا نصف القطر، وهذا هو نفس نصف القطر. في الواقع هذه المسافة هي نفسها، لكننا تعلمنا قبل عدة فيديوهات سابقة أن الزاوية، هذه الزاوية المحيطية تضم هذا القوس في الأعلى هنا، إنها تضم هذا القوس في الأعلى هنا، الزاوية المركزية والتي تضم نفس القوس سوف تكون ضعفي هذه الزاوية، لقد أثبتنا ذلك قبل عدة فيديوهات، بالتالي هذه ستكون 2 ثيتا، إنها الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. الآن هذا المثلث هنا، هذا هنا هو مثلث متساوي الساقين، يمكنني أن أديره وأرسمه هكذا، إذا أدرته يمكنني رسمه هكذا، إذا قلبته على الرأس سوف يبدو مثل ذلك، ذلك، ثم الضلع الأزرق سيكون للأسفل هكذا، وكلا هذان الضلعان طولهما R، وهذه الزاوية بالأعلى هي 2 ثيتا، بالتالي كل ما عملته هو أنني أخذته وأدرته لكي أرسمه بهذه الطريقة. هذا الضلع هو ذلك الضلع هناك، بما أن ضلعيه متساويين فهو متساوي الساقين، بالتالي هاتان زاويتي القاعدة سوف تكونان متساويتان، هذه وهذه يجب أن تكونا متساويتان، أو إذا كنت أرسمه هنا فهذه وهذه يجب أن تكونا زاويتي القاعدة المتساويتين. الآن لنرى، لقد استخدمت ثيتا، ربما سوف أستخدم إكس لهاتان الزاويتان، بالتالي هذه ستكون إكس وتلك ستكون إكس. إذن ماذا ستساوي إكس؟ حسنا، إكس زائد إكس زائد 2 ثيتا يجب أن تساوي 180 درجة، كلها في نفس المثلث، إذن دعوني أكتبها. إذن لدينا إكس زائد إكس زائد 2 ثيتا، كلها يجب أن تساوي 180 درجة، أو نحصل على 2 إكس زائد 2 ثيتا يساوي 180 درجة، أو لدينا 2 إكس تساوي 180 ناقص 2 ثيتا، اقسم الطرفين على 2 تحصل على إكس تساوي 90 ناقص ثيتا، إذن إكس تساوي 90 ناقص ثيتا، ناقص ثيتا.
الآن لنرى ما يمكننا عمله مع هذه أيضا. حسنا، يمكننا النظر إلى هذا المثلث هنا، هذا المثلث، هذا الضلع هنا أيضا له هذه المسافة، هنا هي أيضا نصف قطر الدائرة، هذه المسافة هنا ولقد سميناها هي نصف قطر الدائرة R. إذا مرة أخرى، هذا أيضا مثلث متساوي الساقين، هذان الضلعان متساويان، بالتالي زاويتي القاعدة هنا متساويتان، فإذا كانت هذه ثيتا فهذه أيضا سوف تكون مساوية لثيتا. وفي الحقيقة نستخدم هذه المعلومة في الواقع، نستخدمها لنبين تلك النتيجة الأولى حول الزوايا المحيطية والعلاقة بينها وبين الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. فإذا كانت هذه ثيتا فإن هذه ثيتا، لأن هذا مثلث متساوي الساقين، بالتالي ما هي كل هذه الزاوية هنا؟ حسنا، سوف تكون ثيتا زائد 90 ناقص ثيتا، تلك الزاوية هناك سوف تكون ثيتا زائد 90 ناقص ثيتا. حسنا، ثيتا وثيتا تلغيا بعضهما، بالتالي لا يهم ماذا طالما أحد أضلاع المثلث هو القطر، ثم الزاوية أو رأس الزاوية مقابل أو تقع مقابل ذلك الضلع، تقع على المحيط، بالتالي هذه الزاوية هنا سوف تكون زاوية قائمة، وهذا سيكون مثلث قائم الزاوية right triangle. بالتالي إذا كنت سأرسم شيء ما عشوائي مثل هذا، وإذا كنت سأخذ نقطة هناك مثل تلك ورسمتها مثل ذلك، فهذه زاوية قائمة. إذا كنت سأرسم شيء مثل ذلك ويخرج هكذا، فهذه ستكون زاوية قائمة. لأي من هذه يمكنني أن أعمل نفس البرهان تماما، وفي الحقيقة الطريقة التي رسمته بها هنا جعلته عام جدا بحيث ينطبق على أي من هذه المثلثات.